اوف. شو هذا؟ هرب هرب هرب. كأنه كمين. هرب هرب. او ماي جاد. رايحين على المنطقة مقطوعة، يعني ايش راح يسوي لك؟ اكيد راح اخطفك يا شيخ. يب، مثل ما سمعتوا وصلنا للحلقة الأخيرة، وبما أنه وصلنا للحلقة الأخيرة نتذكر أحداث من الحلقات اللي راحت. أوه يييي أيوة لديو وصلنا أخيرا. والقارب إنا سويناه بس كم بالحلقة اللي راحت. لا ومن هون انطلقت رحلتنا وبلشنا نستكشف القارب، واتفقنا أن نروح نشوف القرش ولكن على طريقتنا. صديقي أوكي، شوف انا بسمح مع القرش شباب، القرش صديقي، بالاضافه الى المزح واللعب يلي صار. ولكن بالنهايه رجعنا للواقع لما قررت اني اسرق سياره منكالو. في سياره، هاي سياره منكالو، والاحداث من هون بلشت وانتهت. سوري منكالو. طبعا اخذت السياره وخفيتها بمكان بعيد، وتاني يوم وقت دخلت كان ممكالة وباريو متواجدين، وكما بتعرفوا انا حطيت الشغلة على اساس برقبة باريو. ماي جاد، ممكالة جوا وباريو جوا، لازم افكر بشغلة. انا برأيي رح اخلي السيارة مخباية، هلا بدنا نعرف شلون نظبط الوضع. وبالفعل صار لازم افكر بخطة، لانه اذا ممكالة التقى مع باريو اكيد رح يحكي له ايش صار وانه ما له علاقة بكل شيء. نحاول نشوف كيف رح نلتقي بممكالة ونقلب السحر على الساحر. اوكي، ممكالو عم بيقول له باريو 1 مينيت بدي اياك نحفظ مكان السياره تبعنا. بالفعل صار يلي كنت متوقعه، ممكالو طلب لقاء باريو. لازم اوصل للسياره تبع الشرطه انا، بس بدي اعرف وين ممكالو. سياره الشرطه كانت ببدايه الزد، وهون كانت بالزد 2. خليني اطلع من الطرق الجبليه. اوكي، اتوقع انه يعتقد باريو صراحة، لانه عم بيقول له بدي اشوفك لدقيقه، يا اما بدهم يتفقوا علي يا اما حاسس. اوكي، بدي احاول اطلع من بين الطرق الجبليه. ما بدنا نحاول نخلي ممكالو يشوفنا، لانه ممكالو كان فاصل هون، فيا اما بده يكون طالع. بدي اسمع صوت سياره والله. او ماي جاد، ممكالو عم بقول انا بالبريدج، تعال. لك والله راح يسوي لك كمين. والله راح يخطفوك. بس نحن ضدك على فكره. ومثل ما شفتوا فجاه ممكالو بيكتب لي رساله انه لازم نلتقي عند الجسر. اوكي شباب، عندي خطه، عندي خط حتى مانك، عندي خطة مشان ما وقع أسير الأحزان. ذكر كان في هون سيارة؟ الشات يا شيخ. رح أخبي السيارة هون. تمام؟ لازم ألعبها معه رول بلاي نظامي. بدي بس شيء أكسر خشب أسوي صندوق تاني. يا رب اكس، شباب بس بدي اكس. عم خبره، عم قول له انه شباب انا خايف من سيارتي لانه يعني كثير بطيئه وبخاف تنفجر. ممكالو رجع طلب مقابلتي وهالمره كان مصر جدا. اوكي اي اكس اكس، ايش فينا نسوي اكس؟ طيب قبل ولونج ستيك وحجره. اوكي اتوقع انه فيني اسوي لونج ستيك. اوكي شباب، هلا حبل، قبل كمان بسيط بتجيبه من السيارة، لازم افكر فيه بسرعة، اوكي؟ ما بدي اياهم يحسوا انه انا عم سوي شيء او عم ماطل. هاي واير، فينا كرفة، ليتس جو جايز. احس في غدرة يعني. اتوقع اني راح انغدر. لا تروح. اذا ما اروح راح اثبت على حالي التهمة اني انا اخذت هذا سيارة ممكالو. بلشت الدنيا تلف. اوكي شباب، اتوقع هيك نظامي، ضل اسلحتي بس. ممكالو مصر يشوفني بس ما راح اعطيه. زبطت وضعي وجهزت نفسي وانطلقت باتجاههم، وبنفس الوقت مثل ما سمعتوا الشباب داخلين كمان معنا، ولكن كانوا اول يوم منهم وما كان عندهم اي شيء. خذ معك سلاح، ما انا قلت له اخر مره انفجرت ما ضل معي لوت. كيف صار معي لوت؟ رح اقول له انا بالزد 1 بس انا ماني بالزد 1. اوكي، انا متاكد 90% راح انخطف، انا راح انخطف يعني، فهمتوا كيف؟ وين ساكن انت؟ انا مو ساكن. ما عندك بيت؟ ما عندي بيت، بس انا راح انخطف، العلوتي كله تخبى، ما عندي اي شيء ابدا، فهمت كيف؟ بس ما عنده دليل انه انت. طيب ما عنده دليل، هي الفكره، اذا بده يخطفني بده يعطيني السبب يعني. وهذا الشيء اللي كنت معتمد عليه بالضبط، انه ممكالو ما كان عنده اي دليل ضدي انه انا اللي سرقت السياره. ما اخاف من الموت شباب، رح اواجه الموت،
عنده دليل انه انا سارق السيارة بالرول بلاي خليه يخبرني. ما راح افتح الحرب على حالي. انا كان فيني اسوي شغلة انه اخذ اسلحتي واتمركز بالمدينة ولا الشباب انا بالمدينة تعالوا لعندي وبلش الحرب. اوكي بس ما راح اسوي الحركة. وينك انت؟ انا رايح مني مدول عبو يولي حتى لو مشي تعال. لا ما تخطيفي اشكرا. نير ولكن للأسف بنزين سيارتي انتهى ونقطع فيني بنص الطريق فطلبت منهم انه هن يجوا ياخذوني. انا كنت سلحتكم معي مليان اسلحة بالبيس تبعي. كترة تغلب الشجاعة على قد ايش كترة؟ هلا التركتور حلو التركتور دفش. ولكن بهذا الوقت اللي ضاع الشباب قدروا يوصلوا لي ووصلوا لعند مسكاري. مان الاسم مان. شباب anyway شباب اسمعوا مني جايين ياخذوني هلا اوكي فاحتمال كبير راح انخطف ابو حده راح ينخطف الشباب اوكي ولكن حياته ابو حده ما تراجع وخاف من الموت اوكي اجو اجو طلع صوت اجو طلع صوت اجو 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 هلا الو هاني هلا والله هلا بالحبيب مع اساس باريو جاي شو يا باريو باريو جايه مش وينو باريو ما بعرف مكانه الباريو جاي شباب خليكم ورانا اوكي هذا هاني لا لا مو باريو بتروا معه بالسيارات اساس مكانه كان جاي اوكي بس بين الكواد كمان سياره ما فيها كثير بنزين عرفت كيف الحق ما في انا معلم لقيت سياره شرطه امبارحه كمان ما ضل فيها بنزين بعدين لقيت كواد كنت جاي عندكم فضل بنزين سيارتي انفجرت اخر مره وراح كل شيء وانا متمشى ادور على سيارات وممكاله السكنو بالزيت فما عم اطلع برا الزيت عم دور على لوت وسيارات يعني بدي سياره ما عم احسن اتحرك وما بعرف وين محلات البنكر يعني البناكر ما بعرف وين محلاتهم. الغريب اللي صار انه ممكاله حكى اول شيء مع باريو والتقوا هن ولكن فجأة طلع هاني واجا هو يلي نقلني فبلشت احكي مع هاني وحاول انه افسر له شغلات انه انا ما كنت موجود ويعني بلكي يحاول يقنع ممكاله ويقول له انه بالفعل حكى معي ونزلته بالحكي وما كان هو. بالاضافة اذا سمعتوا الشباب ورا قرروا انه ما يتركوني ويلحقونا بالسيارة. ظلمات لحمة حمير ولا راحوا عجبتك معلي؟ ذكرتك ذكريات مو ذكريات متأكد بالطلعة راحوا؟ وبعد رحلة طويلة وصلنا للمكان إن شاء الله لحقوا هلا هلا والله هلا بالعيون شو صار معك زاك جاي مسلخ؟ ما انفجرت آخر مرة أو شي منظرك يضحك كيفك زاك؟ والله الحمد لله تمام والله زفت يا برو زفت ما عم لاقي أكس حتى كرفت صندوق ما عم لاقي طلع حتى لك واتف زلمي مليان أكس أيوة هاي زاك لك هاي احتفاليات لك لا أنا كدوم بشوف بفكرة صندوق زبالة تبع بيرة يا شيخ إيه معلم ايه زاك اللي. شوف يا عزيزي زاك صراحه انا فتت لقيت بيتي باريو صارت لي لا شفت باريو حاطط لي لافت قدام بيتي وكاتب فيها سوري وكاتب باريو وسيارتي مو موجوده فانا شو بفهم انه باريو سرق لي سيارتي اوكي طيب هل انت قلت لي انا شو دخلني بالموضوع صح يب انا بدي منك تساعدني عشان نمسكه لباريو بس باريو ما بيثق فيني بكل الاحوال قصدي نكون عدد كبير عليه يعني عرفت مو شرط يعني احتمال صار شيء تكون معنا من عيونك معلم كفو معناها موافق معناها سيارتي جاهزه انا موافق معناها معناتها بدك تعطيني بس وقت لحتى اضبط وضعي انه شايف معلم معي بيك اكس بس عم كسر فيه خشب وين وقفت سيارتك طيب زاك؟ محل ما اخذني هاني قبل شوي كواد بايك مثل هاي بالضبط انت هاني شفت سيارته ولا لا؟ لا 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 ما لا من بعد هي وفي تراكتور هونيك بس بدي بنزين اذا تخليني اخذ عبيه بالتراكتور بستفيد من المساحه تبعه لانه التراكتور بالمره فاضي يعني انه بستفيد اكثر من الكواد بايك كواد بايك ما خرج انه فيه لود كثير طيب زاك بس ثواني ثاني اوكي يعني ما فهم بالضبط هون شو صار حاولوا ينزلوني بالحكي ويعرفوا انا بشو جيت وشو السياره اللي معي وشو العتاد يلي معي زاك يا ولد سوي الحركة اوكي؟ اوكي رجع والله عرفان اوكي اتوقع انك عارف هاد الشيء تعال ما بتعرف مين سواها؟ على ايش؟ زاك
اعترف من الان رجاء يعني عشان لا تروح فيها موت بطريقه شنيعه جدا. ذاك انت حاليا عن جد مخطوف. اوكي بس ايش السبب؟ اعطوني سبب حتى انخطف. ما بعرف. طيب زاك انا راح اعطيك سبب والله العظيم، بس اريدك ترفع ايدك شويات بس. ايه لعينك برفع عيني. ارفع ايدك. تعرفني بتعطي ايدك يا حبيب سيارات الناس اللي بنروح نتعلم. سيارات الناس. مع اساس باريو صار لك يا. طيب مكتوب باريو. اوكي. اوكي. شوف. مكتوب باريو اللي سرقها، انا جيت سالت باريو، ما في اي دليل انه سيارته انه سيارتي معه، اوكي؟ مستخدم سيارته، ولو فرضا انه هو اللي سرقها، اوكي؟ خلينا نقول انه باريو سرقها، ما كان جاي لعندي وكان شافني وكل شيء. طيب لو انا سارقها صح نفسه. طب بلكي طب ليش انا طيب شكيت من الكل؟ في 1000 واحد مثلا كان معنا بالمنطقة، لا تنسى هاني موجود يا اخي، سلطان موجود. صحيح 100%، بس هاني معه سيارته كان صفها باخر الدنيا الان شفناه، وسلطان طلع من زمان اللعب يعني ما اتوقع دخل يعني بعدين. وانا ما دخلت، انا من وقت ما انفجرت سيارتي هلا دخلت، دخلت امبارح دورت على سياره تمام وكنت عم احكي مع باريو. طيب اوكي دقيقه شباب دقيقه، بتعرفوا كيف نتاكد؟ كيف؟ لما ياخذنا عند سيارته نشوف سيارته كيف. اوكي انا بعرف سيارته. اوكي انا ابلان 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 محمود قلت لك ما عنده سياره، عنده كواد. ما يكون عندي كواد وفي تراكتور، ولكن ما في كان اي دليل ضدي او شيء يثبت اني سرقت السياره. سيارتك وين مخبيه؟ انا ما شفتها، ما بعرف وين سيارتك اصلا. احمد احمد زاك سيارتي وين هزاك؟ انت على فكره عم تتهمني اتهامات باطله على فكره. انا طب اسمع اسمع انا 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 طيب بدي احكي كلمه. طيب اوكي ايش انت قلت لي انه انا جيت ارفع عني التهمه تمام؟ ليش ما يكون باريو هو اللي اجى يرفع عن نفسه التهمه تمام؟ ايش عرفك باريو بالعادي بيكون عنده مثلا كثير سيارات وبتعرف بيظبط وضعه اكثر واحد فينا، ايش عرفك انه هو مثلا اللي ما سوى فيك نفس الحركه هلا وهو من قبل بده ينتقم مني ويعني بده يسويها فيني؟ شلون؟ انا ما دخل، انا ما هي فرض ترى زاك عملنا فيه نفس ما عملنا فيك وبالنهايه طلع مو هو يعني، بس هلا انا ناوي اكتشف اذا انت ولا لا عشان انا ليش السلام. انا ليش بستبعد باريو شباب؟ لان باريو ما كان كتب فضح نفسه على اللافته. حدا بس عن جد صحيح والله غريبه كيف بده يكتب باريو وهو باريو صار. طيب ماشي بعدين انا لو بدي اخذها ما كنت كتبت شي طاوله، يعني ليش ارجع اسوي مشكله ثانيه؟ فهمت كيف؟ انت تعرف انا ما راح اقول لك مظبوط محمود يمكن يكون انا بحسن والله. انا بحسن بكل سهوله كنت اخذ السياره وما اكتب شيء ومعلم. بعدين انا لا تعالوا لهون، يوم اللي انفجرت سيارتي انا قلت لكم انفجرت سيارتي وانفجرت بالزد 2 مظبوط؟ اي من المنطقه يعني بدك ارجع طبعا. مشي من الزد 2 انا بعد ما متت وارجع لعندك اخذ سيارتي. سيارتي بالزد 2 بالزد 2 صار خول سيارتي مو بالهون بالزد 2 رجعوا حاولوا ينزلوني بالحكي ويقولوا السياره كانت بالزد 2 يعني مكان ما انت سبحان الله ميت صار خول سيارتي نفسك بنفسك. شباب انا عندي الحل، انا عندي الحل شباب انا عندي الحل. يمكن يكون مظلوم. انا برايي نشلحه عن جسر بلكي بيعترف. زاك زاك سيارتي كانت بالزيت وتوك قايل ان انت كنت بالزيت وزاك فضحك. طيب انا ما عم بكذب، لا انا ما عم بكذب، لو بدي اكذب قتلت لك. اوكي طيب ما في غيرك كان بالزيت وزاك. لا تهددني بالسلاح تمام؟ تهديد اسمع رح اقول لكم شغله، التهديد بالسلاح ما رح ينفع بكل الاحوال. اوكي انا بالفعل كنت بالزيت بس لا شفت سيارتك ولا شيء، كل اللي كان معي كواد بايك، واذا بدك باخذه هلا لمكان الكواد بايك وتشوف كيف البنزين فاضي حتى تتاكد. وبالعلامه البطاريه البطاريه راح تكون مليانه كمان لانه عم سوق الكواد بايك وعم دور. تهديد بالسلاح ما راح ينفع، اخر شيء بيهمني التهديد بالسلاح شباب. ليكون مع حدا من جماعتك شباب. حدا من جماعتي اليوم دخلوا، اليوم دخلوا، ما دخلوا من زمان بيعرف. اليوم دخل طيب هلا دخلت انا. طيب زاك شوف تحليل المنطقي اخيرا وبعدين اعمل بدك اياه وشوف اذا ما يحق. هاني مستحيل يكون هاني، لان هاني كان معي بنفس المنطقه بعدين راح الى منطقه ثانيه وتو داخل صار بالمريخ كان. ثانيا باريو انزل كل اتهامات عني، مستحيل يكون باريو. لا ما في ما في دليل ما في يعني. اسمع انت عم تبرئ باريو بدون سبب على فكره، عم تبرئ الكل بدون لا سبب. لا يا اخي انا عندي مشكله في شيء خبرني عليه مش قادر اقوله. طيب اسمع هو اعطاني دليل قوي عرفت. اسمع انا بكل سهوله تمام لو كلامك مزبوط كان بجيب جماعتي بالأسلحة أوكي وعرفان حالي رح وقع بكمين بس أما أجي سلمكن حالي ما في شيء معي حتى شيء يخسره، مشان هيك جيت لعندك يعني بكل الأحوال. أنا بالأول لما بجر سيارتي وداخل بس محمود يمكن كان خاف على حياته، لازم نلاقي دليل أقوى. ما كيف نلاقي دليل أقوى؟ فكروا معي، فكروا بدليل. أنا ما بعرف وين خبى سيارتي والله العظيم مش عارف وين حطه. أعطوني دليل أوكي وانا من ايدكم هاي. طيب لايدكم هاي
بدي دليل. صحيح دقيقة دقيقة شباب، فضح نفسه بشغلة تانية دقيقة. قال 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 أنا إذا كان جماعتي كنت جيتكم بالأسلحة وكنا غدرنا فيكم وشيء. أنت ليش جاي بدون لوتك؟ وين أسلحتك؟ وين غرامتك؟ ما انفجرت السيارة، معي أربع شناطي كانت بسيارتي وانفجرت، نسيت. كنت حاطط وطلعنا بالسفينة. زاك انت هلا قلت بجيكم كان معي اسلحه انا وجماعتي. لك لو انا معي اسلحه قلت لك كنت ما سلحت جماعتي بالاسلحه اللي كانوا معي باخر مره التقينا عند السفينه، بس مو سلحت كل شيء حطيته بالسياره نسيت عشان وقت نطلع بالسفينه قلت ما بدي اخسره وانفجرت السياره وراح كل شيء. مزبوط ولا لا يا اخي؟ انا ما بعرف والله، ما نفسي صدق قسم بالله. طيب طيب محمود، انفجرت سيارته وراح لوته. اوكي بس شو اللي عرفنا انه مو امبارح طبق وضعه؟ المحادثة تقريبا طولت جدا، ولكن بالنهاية ما كان عم نوصل لأي فائدة ونهاية مسدودة وما عم بيثبت أي شيء ضدي. يعني أنت بالأخير أنت اسمع، أنت مصر إنك تقتلني؟ أنا هيك شايف، يعني أنت شايف متفقين عليه بدكم تقتلوني، ما بدكم أنتم دليل. إذا بدكم ما في داعي أعطيكم دليل، قولي رح نقتلك وخلصنا. ما عندك دليل قوي. كل هالدلائل، إيش ضل؟ هلق الدليل. أصور لك حالي كل يوم. دليل يعني هلا بدك تقنعني؟ هلا بدك تقنعني؟ زيتو فقد سيارته وبلش يدور على سيارته. صح. شو فقد سيارتك بزيتو؟ احكيلي. لك أنا كنت صافة بمكان بزيتو. وين صفيتها بزيتو؟ وين صفيتها بزيتو؟ بزيتو كانت بمكان. عطيني المكان، خدني على المكان اللي صفيتها فيه. لا ما هذا أكيد رح تكذب، رح تقول لي مو هذا المكان. شو عرفني أنت وين كنت؟ بس أنت هلا قلت زيتو. لاك. وكمان بلا فائدة ونهاية مسدودة مثل كل مرة. طب هلا انت شو رأيك تعطينا السيارة وخالصين يا اخي؟ خلينا نخليك تروح. اذا معي السيارة بعطيك يا، اذا بدك تاخذ سيارات يا اخي. يعني هلا انا مبسوط يعني مثلا فرحان وهيكم ربطيني يعني مثلا. بدي سيارة. لا 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 ما بدي سيارة، تعطيني السيارة بخليك تروح. ابو تموت. يعني هلا انا بدي افضل حياتي على سيارة؟ بدي اسألك سؤال، جاوبني انت. اوكي جاوبني. انت اعطيني سياره. جاوبني. لا انت جاوبني، انا بدي افضل حياه، بدي افضل سياره على حياتي. زاك اسمعني. طيب زاك اسمعني، اعتبر انه انت ما كنت صارخ سيارتي، انت هلا مخطوف وبدي سياره عشان اتركك. تفضل. يلا مشي معي. يلا مشي معي. بس ايش معناتك سياره رح تقتنع وما رح تحكي اي شيء؟ انت طالبت سياره مني. بدي سيارة منك. نعم اوكي انا راح اعطيك سيارة. مو كواد. ها مو كواد. لا لا مو كواد، راح اعطيك سيارة. اوكي ايش تراكتور؟ ما دخل، هو طلب سيارة راح اعطيه سيارة. لا مو مركبة، انا السيارة مو مركبة، تراكتور انا بدي سيارة ما بدي مركبة. لا هلا بلشتوا تتحججوا انتوا على فكرة. لا زاك والله انا بدي اعطيك سيارة، انت طلبت سيارة قلت لك انا راح اخذك عن سيارة الشرطة الوافي. عم اعطيك كل شيء عندي اكثر من هيك، ايش عم طيب يعني يا اخي؟ بدك تقتلني؟ طيب انا بنتحر. طيب خلصوني بقى. بدي سياره شرطه. زاك روح، بدي سياره شرطه. شباب في موتر جاي يا شباب. واكيد تعرفوا اعياد هالبونش، هالغبيين لحقوني وضلوا عاملين كمين وفكروا انه راح يخطفوني وتثبت علي كل شيء، وبالعكس تماما انا قدرت شيل التهمه عن حالي، وامكانه بالاخير كان رضيان انه ياخذ اي سياره حتى يتركني، ولكن اعياد هالبونش كذاب. والله. والله في موتر جاي، وقف لا تهرب. وقف لا وقف انزل وبهاللحظه صار لازم اتصرف بسرعه وطلع نفسي من الموقف. شو السياره؟ ايش بعرفني؟ مو لك تاخذني بالسياره. استنى اشوف الشباب. تعال اول تعال. مين هذول ده؟ اصحابك هذول جايين بزعوله. والله ما بعرف ولا واحد فيهم، اول مره اشوفهم. هاني دير بالك. يعني مالك مين هذول؟ هيك انا اول مره بشوفهم. ها شوف. اول مره بشوف. مين هدول؟ ما بتعرفهم؟ لا اول مره اشوفهم يا شباب. شيل العصاي. مرحبا يا شباب. نحن ضايعين وعم ندور على بيت ابو عبسي. تعرفوا لنا وين بيته؟ طب ليش انت جيت من بعيد عم تركض عم تقول ما حد يقرب على ابو حده؟ تعال انت. ما مو انا ما حكيت شيء. ها انا ما حكيت شيء. شباب جايين تنقذوه وجايب مضرب بيسبول ومسلخ. نحن يا شباب عندنا موعد. نحن بدكم تقعدوا تمسكوا كل واحد عدى بالطريق. خلصونا خلينا نروح على موعدنا. بتكون السياره ولا لا؟ لا احكي لك الموضوع صراحه. انا كنت عم اعمل رياضه مين حكى بحدد. في الخطه كانت اني اتنكر من اصدقائي وما اعترف فيهم وما اقول اني بعرفهم ولا هن بيعرفوني. يعني احنا طالبين من السياره رح نروح ناخذ سياره منه بعدين رح نتركه. بس ليش عم تتفاوض؟ مين هدول اصلا عم تتفاوض معهم؟ ايش بدي فيهم؟ ما بعرفهم انا. قتلوه هذا. انا خلصوا الشباب. شوفوا خلصوا عليه. والله زت شنو قوم الجسر او زتوه من الجسر ما هو بس ماخذ سيارتي بعدين من كفر.
الله يلعنكم ويلعن اللي فينا فزعتكم. ايه موفقين اخواتي. الله يلعن فزعتكم بس. الله يلعن فزعتكم. معلم حطهم بالجلد بالعصاي هيك. كل ما عدى واحد من الطريده قلت لي ليش بتعرفه؟ ما بعرف بس هيك سمعت انا عم بيحكوا اسمه. ايش اسمي ليش انا؟ زاك. ايه هن ايش قالوا؟ ابو حدو. مين ابو حدو؟ انت شو عرفك انا عن انا اسمي ابو حدو؟ انا انت شفتك قلت لك اسمي ابو حدو؟ محمود بابا دير بالك ايش هاد؟ عدكم كنس سيارات وجايين تقولولي اوه ماي جاد. والله انتو والله انتو جايين تتبلوني تبلي. والله جايين تتبلوني تبلي بس مو مشكلة مو مشكلة. يلا ما في يركب باري ما في يركب معك مكفر السيارة. ولكن الابقار كانوا مصرين يجيبوا العيد بالموقف. مين هذا؟ مين هذا الهو؟ جايين تفرج والله مش عم تسوي. انا تعرف ايش برايي؟ انا برايي اخوانا دول ما بدهم يسوون اي حركه غباء. والله شباب عندك مسمار بدولاب السياره تعرف شو الاحتياج. شباب بدهم يعملوا شو خطه يهربوه. ديروا بالكم شباب يهربوا مين يا اخي؟ شوف اي واحد منكم يسوي حركه غلط راح اطلق عليه. ما بحسن يركب من طرفه بس خلونا بيتحركوا من هون. مشكله عائليه تحركوا من هون. مشكله عائليه نظره الوداع بس. مين انت حتى ترجعني؟ طلع منك لا حول ولا قوه الا بالله. لا تحاول لا تحاول لا تحاول. ركب ركب يلا شباب يلا يلا توكلنا على الله. رايحين على المطعم يا جماعه خلص. وصوله والله مقطوعين على. ولكن لما علقت سياره باريو هون تغيرت الاحداث. يلا دفش دفش يا شباب دفش. يعرف هرب 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 ما هرب. لا شوي شوي تقلب السياره علينا شوي شوي. يعطيك العافيه. طب نحن انا قلت لكم لو رايحين تواخذيني هلا ما اعرف وين لوين. هم خذ سياره احنا وين رايحين ما اعرف. الحين على السيارة هو بروح يقول لي زاك. شلون بدي اشوف اذا ما عم حسين اشوف الخريطة مربط لي ايدي؟ لا لا طيب قل لي وين قل لي وين انا قل لي وين بال ما بيقدر يشوف. بدي اشوف الماب طيب مشان ادلك بالضبط يا اخي. ايش حاسك كذبه هي كمان؟ لا يا اخي تعال اخي تعال تعال وانا اخي انا ما عاد انا لحق علي عم رد عليكم. انا رايح تعال هون تعال هون. انا لحق علي عم رد عليكم يعني يعني عم اسوي منيح وعم اسوي معكم كويس وعم اسوي معكم يعني ما بعرف. يا شباب سيارة مين؟ لا لا مين هذا؟ طيب زاك بدك تختار الطريق الاسرع روح نثمن الجسر وخلص ما في مشكلة. بدك؟ عم تهرب مشان سيارة؟ لا خذ سيارة روحي غالية. طيب ساعتي بقول شبابي عندي اولاد ومرة يعني في مشكلة. راح افك من هالشيء. وقت بعد 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 شو قديش الكواد في سلاح بالكواد مخباينه. وين الكواد؟ وين الكواد؟ هون حرفيا عرفت انه جابوا ام العيد وصار لازم اهرب وفركه. لا لا او ماي جاد وين راح؟ تعال هون تعال اخذ الدعاء. مين شباب هرب؟ ما معي شيء انا والله فتشش معي بس مضرب البيسبول تبع الرياضه. ما سلاح ما سلاح ما سلاح. مين ما سلاح؟ شباب زاك هرب. سلامتك 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 شباب 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 اخذ سلاحي. لك شباب ولا حركه ولا حركه ولا حركه والله ولا حركه اي حركه والله ما بقاله. طبعا بطريقه غبيه جدا هم قدر يستغل موقف جوا اللعبه ويسرق سلاح ممكاله ونوعا ما طريقه غير مقبوله. ولما سمعت انا الاصوات التهديدات بلشت تجي من طرفنا قررت انه يطلع من مخبئي. وات وات شباب سيطرة ليش بدك فيني يا اخي عم تفرج عليكم عطلقوا نار. ولكن قررت ضل ضمن دوري في حال خسروا. في مين اخي لا بعرفه ولا بيعرفني. باريو والله حبيبي انا ايش دخلني بمشاكلكم بتقتلوا مع العالم بتزتوني بالنص. انت هذا كان عم بيقول ابو حدو لك. مين ابو حدو؟ مين ابو حدو؟ مين ابو حدو؟ باريو فلت 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 عشان ما عدت مكانه. مين ابو حدو جاوبني؟ مين ابو حدو؟ انت جعت لي ابو حدو جدي جدي. طب هو ما يعرفكم شباب. هو ما يعرف شو فلت ابو حدو. هو ما يعرفكم. دير بالك ما بدنا ضحايا لازم نلاقي حل. زاك انت بتعرفهم ولا لا؟ يا اخي ما انتوا بلشت اطلاق النار. انا خفت من اطلاق النار وهربت. انتوا ايش عم تسووا؟ انا ما بعرف. انا الزلمه بتوقع شباب انا بتوقع لعبي انا بتوقع لعبي. الموقف بلش يشتعل نار والاحتدام بين الطرفين. لازم اتصرف بسرعه. حبيباتي انا واقف هون. تفضلوا حلوا مشاكلكم. يلا قتلوا بعض وتعالوا لعندي. يلا
شباب بدنا نحضر ودي طيب يعني. اسمع ميوزك ميوزك انا عندي طيب. انا عندي فكره انتوا شو المطلوب انتوا شو المطلوب والله كيف على المسكين والله مبين عليه لا بعد ارجع 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 لا تقرب هما بس هذا قرب تستقبله في راسه عليك والله تموت ها انا روحي معلم مثل صور مايتي اقتلني اذا بدك وهذا عيد من الاعياد اللي جابوا برينكي باريو باريو هم هم هذا اللي يضربك عبيلك فراك عبيلك فراك لا لا اصبر تعال باريو هاني هاني عين على هما انا بقول لك عندي فكره عين على هما صار لازم اخذ فرصتي مره ثانيه ولكن المره بطريقه جديه واهرب ابدا واطلع من المنطقه والله ما في غير حل نضحي بالشباب سوري جايز مضطر اني اضحي فيكم ايش صار ابلع قتل الكل نصفك او ماي جاد هما فجاه صوت اطلاق نار وبعدها صوت برينكي عم بيصيح انه قتل الكل شو قتلتون شو قتلتون ايش هلا صار يعني هرب ذاك هرب ابلع ايش صار يما اي واحد ثاني ثاني هون ابلع قتل الكل ليتس فكين جو برو ليتس فكين جو قتل الكل ليتس فكين جو تعال ربك فندو تعال طبعا باختصار صارت اخطاء كثير خلال العمليه وجابوا ام العيد حرفيا لك شو قتلتوا كلهم بشقل معك مع الرشاشات وات وبعد ما وقع الفاس بالراس صار لازم بسرعة نلوت ونهرب وناخد كل شيء نحسن عليه ما كون سيارة؟ I think we have to go guys يلا خذوا السيارات السيارتين مقفولات البس الغراض هدول يا برينكي البسهم إذا ثواني فينا أفككم فينا أفك السيارات ثواني فينا أفك السيارة معي هاي الحديدي كان مسيك أبو زيك مسيك واحد في كل واحد طالع واحد طالع فكيتها كفو ليتس جو طقطق دبليب الحمراء طقطق يلا هم سيارة الحمراء ما درنا عليها فاضطرينا ننزل دواليبها لحتى ما حدا يقدر يلحقنا شباب اتوقع على الجزء هون مستحيل يكونوا هون مستحيل احو يوصل لنفس المكان روح معلم انا بالزد 3 روح على الزد 3 وهم شغله رح لكم عليها انه اغراضي كلها كانت موجوده بالزد 3 ومو بالزد 2 احنا عندنا على الزد 1 اوكي راح اخذكم على مقر السري تمام يا اذا الشباب انزعجوا الرجال من الزد فهمت كيف اكيد انا انزعجوا نروح نعطيهم كل شيء ليه بس انزعجوا معلم بعطينا كل شيء انا ما بيهمني قتلتهم بدون سبب انا ما قتلت حدا يا جماعه شو بكون انا مربط انا والله انا معلم انا متخبي رحت عند النار معلم تخبيت بين عشبه معلم انت يلا بدي اضحي فيك هذا انا تعال كازي يلا يا فيصل اي وانا وراه يا فيصل خليني تعال بطلك انفايت على الديسكورد تعال العم عليك ما ببين عن بعد عن قرب ما ببين سميني دعبون ابو جراز انت ملك البنزين والغاز نسيت ابجي جي شوي طيب هلا نحن رول بلاي خلص نحن هلا ندخل بحاله فقدان ذاكره لا بيعرفوا مين ابو دعاس ولا بيعرفوا مين ابو حد وما بيعرفوا حدا ابدا او ماي جاد عايش في الكنيسه شلون هالصاله هدي لك وين رحت؟ العالم ما بيكون في زومبي ليش هم اسمين زومبي؟ مكان الشباب يا زلمه هون يا حس والله مكان قاعد دايما ليك السفينه الغرقانه منيح شنو تبي الزومبي؟ وطبعا اخذت الشباب لعندي على المنطقه ورجيتهم مكان البيس الجديد والفكره كانت الشباب يلي ضدنا نسيوا كل شيء وفقدوا ذاكرتهم بعد العمليه وبما انه هاي الحلقه الاخيره راح طف مقاطع اللوت والتلويت والبناء كله جرس هون ولك تعال اوكي جايز ثواني تعالوا اوريكم شغله انتم ما كنتوا شايفينها تعالوا سبب الكبيه هاي سبب المشكله شايفين هاي ومثل مو شايفين تقريبا 3 ساعات كانوا موجودين ولكن راح اطفهم يلي موجودين بالبنكر وكيف زبطنا وضعنا جوا البيس لانه ما عاد لهم فايده ابدا حبيبي ميت مجارير ليش عم تشرب ها هاي ميت مجارير هاي بس والله منيحه طيبه ها تتلك شكل لكن مو العالم ايش اللي يقرف يموت تعالوا ما انك ما بتقرف يلا هاي زيادة كمان تعال اضبط لك اياها اكثر يلا اوه شيت اشربوا لكم اشربوا هاي عم زد لكم المي كمان اشربوا فيتامينات لكم يلا اما تعال اشرب العنبيه يا نعال
انتهينا من البنكر وطلعنا لوت خرافي، وبنهاية اليوم جينا نرتب سندي ونظبط بداية البيس تبعنا. بعد ما انتهينا رح ننتقل لليوم الثاني. اوكي جايز، رح نكمل محل ما وقفنا اخر مرة. تمام، صارت القصة بيننا وبين ممكالي، ومثل ما شفتوا اللي صار، طبعا ابو حجة كان عم بتعامل يعني بطريقة جدا سليمة، فاليوم لازم اصلح الوضع، يعني فهمت كيف؟ اخلي القلوب تتصافى يعني، ونحاول ما نجيب العيد اكثر. يعني شايفين يعني دخلنا على رمضان جايز، وبحده قلبه رقيق عشان هذا الشيء. فاليوم رح اقرر انه اسوي شيء بشع، وبنفس الوقت رح اسوي شيء كويس، وما بعرف ان شاء الله تزبط الامور يلي مقررها بعقلي. دخلت ثاني يوم وكان ببالي خطه. الخطه كالتالي، بعد ما ماتوا شخصيات القديمه للشباب وصار عندهم شخصيات جديده، كان ببالي انه سلم الشباب يلي معي اخونهم للشخصيات الجديده وانهي المجزره اللي راح تصير. يا اخي انا بفيدك في شيء ببالي، بس حاسس اني راح اجيب العيد. حرفيا مباشره اول ما دخلت بلشت احكي مع ممكالي واساله وين هو وين شخصيته بالضبط، وما خبرت الشباب بالخطه ولا خبرتهم عن شيء. عامل لي انا بتجنن، قلت له انا بتجنن. ايش في؟ لازم اسوي شغله يا شباب. نحن انا رايح مشوار اوكي، وبرجع لكم اوكي. عندي مشوار ضروري. اوكي معلم. اوكي خلينا ماشي. انا عم خطط ببالي مشروع، في ببالي خطه تمام عم ارسمها هلا. قلت له اي شيء سمعته عني كذب. قلت له انا الزلمه كويس اوكي. هل من الممكن الميوزك يسق فيني اصلا شباب؟ ما راح اخدعه، والله ما راح اخدعه. انا من اخر مره ما كنت بدي اخدعه بكل الاحوال، فهمت كيف؟ ما اتوقع يسق فيني شباب، ما عاد يرد علي. بالعكس انت تسوي له شيء لمصلحته يعني، بس اوكي. ممكالو قال جاي بده يشوفني اوكي. ممكالو قال شايف بده يشوفني تمام. اوكي رح ننطر ممكالو لحتى يجي لعنا. تمام، اني حاول سوي شيء كويس يعني. انا نيتي هالمره شيء كويس، بدي اخطف ممكالو، ما بدخل عليها الدخل الغبيه يعني. تمام كياتكم بين انه ما في يعني اوكي، ما بدخل عليها الدخل الغبيه. وبعد لحظات قربت سياره مني، وهون لازم اخذ شخصي اني ما بعرف مين ممكالو. هلو انت ميوزك؟ معليش انا اسف. اهلا. انت ميوزك؟ انا ميوزك نعم، بشحمه ولحمه. اوكي بدي احكي معك بالموضوع تمام، المشكله اللي صارت من فتره والشباب اللي راحوا ضحايا تمام، وانا بعرف انه لك قضاء صارت بالمجزره اللي صارت، وسمعت بقصه الانتقام وهالقصص تمام، وانا بعرف اني كنت السبب تمام، فانا حابب اني ادخل الموضوع وبلكي احاول وقف الدم ونحكي يعني بالموضوع. وين حاب نحكي الموضوع؟ مكان ثاني قصدك؟ اوكي، بتعرف المكان اللي كان يروح عليه اخوك بالزيت صفر، كان عنده قوارب هنيك. زيت صفر اي اعرف المكان، كان ساكن هنيك وعنده قوارب، بتتذكر انا كنت عم ساعده بالقوارب. اذا نروح لهنيك نحكي تمام اذا بتحب، او باي مكان انت يختاره. انا بختار المكان اذا حابب. اوكي يعني. مين السياره هاي اللي جات؟ والله ما بعرف. اوكي لا ما بعرفه يا اخي. اوكي ما عليه، لازم نمشي بسرعه دقيقه. فكاني راح اخطفه، ايش التايمينج اللي صار؟ اجت السياره. والله لازم انا اختار المكان، معليش يا صاحبي، ولكن اختار المكان اللي بدك، انا ما عندي مشكله، بس انا كان بدي اخذك على المكان اللي كان فيه يعني اخوك تمام، لانه يعني كان صديقي وكان بدي يعني احكي لك. انا بعرف انه انتم سمعانين انه سبب المشكله انا اللي صارت، وكل الناس عم تحط الحق علي، بس بما انه انا صارت سبب المشكله كنت حابب انه يكون كمان سبب وقف الدم اللي راح يصير. يلا ما عليك، خليني اشوف ايش عندك تخبرني وحركات. احس حالي ان انا راح انخطف. يا الله، نروح على اخر الدنيا، راح نروح على ال وين ما بدك نروح، نروح على الدي 4 فوق على اليسار. وين ما بدك نروح، وين ما بدك نروح، وين ما بدك. اوكي كان اختبار بس، ثواني نصف هنا من خليه يكون على البحر، اي مكان يكون على الشاطئ، بس اذا توقفنا باي مكان يكون فيه بير مي، لانه بصراحه انا وناطرك تحت الشمس يعني ريق نشف. هاي الكازية هون بلكي يكون فيها شيء ان شاء الله. تشرب قهوة؟ سمعت انك جيت على المدينة بعد ما صارت المشكلة مباشرة. تماما، وانا الى الان جالس ادور على اللي سوى هذا الامر. اوكي خليني احكي لك وفهمك القصة، لانه اكيد سمعت كثير قصص، يعني ما بدي الدم يعمي عيونك،
وانت شايف يعني انت رجعت عن مدينتنا ومدينتنا تعتبر احلى مدينة يعني بالعالم، ما بدنا نرجع المشاكل العشائرية دائما بتصير يعني رح تقتلوا من الجماعة والجماعة رح يرجعوا ينتقموا منكم، فهمت كيف؟ ورح تقضوها دم وسفك وخراب. والله شوف انا ما اخبي عليك، انا للاسف رح اقضيها دم وخراب. انا الان اذا امسك الشباب اللي سووا هذا الامر ما رح تعدي على خير عندي ابدا، رح اوريهم درس. لا هلا انا 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 جاي تمام، وفي شغله بدي لك اياها، بس بدك توعدني انك تعطيني الامان اول شيء تمام، توعدني انك تتمالك نفسك. يعني انت كنت عم تدرس برا وفهمان تمام، اكيد اعلى من اخوك، اذا بدك تصرف مثل اخوك كمان يعني ما في فايده، رجعني محل ما شلتني وما في داعي لنحكي. طيب هات خليني اشوف عرضك يعني وبعدين اخبرك رايي. لا بدي اول شيء وعد، انا بدي وعد منك انه رح تتمالك نفسك وتوزن عالك بالبداية. طيب أنا كيف أوعدك وما أعرف شو رح يصير أصلاً، شو رح تخبرني؟ أنا الآن على موعدي يعني على وعدي إني رح أدمر كل واحد كان السبب بتدمير وموت أخي، يعني عارف؟ تمام. أنا ما أقول لك لا تنتقم، أنا ما طلبت منك ما تنتقم، أنا بس بدي أمان وبدي إنك تكون حليم يعني، أوكي تسمعني للأخير، بس هذا اللي بدي إياه. طيب أوكي. خلينا نشوف، خليني اسمعك، يلا تفضل. اوكي، اول شيء بتعرف انت المشكله صارت بالمدينه اللي بمنطقه الزيت صفر تمام، اخوك كان مسيطر على المنطقه بشكل كامل ومعه عصابه وشغلتهم يعني تعرف انت يعني ما راح احكي هلا مشان ما تسمح لي يعني، كان قاطع طريق اخوك، معروف انه مونيك من اكبر التجار وقطاع الطرق مزبوط. اي مزبوط. ايوه كنت انا طالع مع النعم، المهم اخوك كان عنده حموله صاففه بمكان وهالحموله انسرقت، سمع حمولته انسرقت والسيارة الحمولة انسرقت، أخوك جن جنونه معلم، وأنا كنت شغال بهديك المنطقة وطلبني، وطبعا أنا بحكم ماني مسوي شيء رحت لعنده وأخوك بلش يعذبني ويستجوبني، وبعد ما أنه يعني شاف ما في شيء كان خلص وصلنا لاتفاق، بس بنفس الوقت شباب الضيعة سمعوا بالقصة وعرفوا أنه أخوك خطفني وقرروا أنه يجوا يفزعوا، انه ما رضيوا انه واحد عنده من الضياع ينكمش، تفهم يعني فهمت علي تمام. المهم انا كنت موجود وقت الحادثه يعني، واللي صار كله يعني طيش شباب يعني بالاخير تمام، طيش شباب بس راح فيها دم وموت يعني، مو بس طيش شباب كان مزبوط. انا معك انا ما قلت لك، بس انا عم لك ايش اللي صار بالضبط تمام. اخوك ربطني واخذني واجوا الشباب، انا طلبت من الشباب، حاولت اني قول للشباب انه يبعدوا عن المنطقة، انا اتفقت مع اخوك ولكن ما فهموا، وبتعرف فورة الدم، والمهم علقوا بين بعضهم كلمة اللي لقلك خود وعطي معلم جيب، بلش سحب السلاح ضرب رصاص معلم وصار اللي صار يعني. طيب هلا انت لهون انا ما عرضت عليك شيء، بعرف انا ما عرضت عليك شيء وكلام يعني عادي اوكي. انا الشباب اللي بتضيع تمام، طبعا انا بتضيع يعني معروف يعني، وبشتغل بشتغل بالتهريب، تهريب على الحدود اوكي. اذا بتحب فيني اجيب لك الشباب انا اللي عندك، نتفق على طريقه هلا، ولكن بدك توعدني انه تحكي معهم تفهم منهم وتاخذ يعني، ما بدي يرجع يصير دم وقتل. والله شوف يا عزيزي، انا خليني اكون صريح معك اوكي، انا جدا اقدر مجيئك الي وعرض هذا العرض علي عشان نتفاهم يعني بهي الامور، بس انا راح ابقى متمسك بقراري يعني، انا ما اريد اشوف الشباب واتفاهم معهم او اتفاوض معهم، انا اريد اشوفهم امامي مقتولين الاثنين. طب شو راح تستفيد بالاخير يعني؟ بالاخير استفيد كون انتقمت، لا اخي كون انتقمت لدم اخي يا اخي. طيب انت انتقمت وهن راح يرجعوا ينتقموا كمان يعني، كمان عندهم عيله كبيره يعني تمام، انت كمان راح ينتقموا وهن راح يعني. طيب. العيلتين راح يخسروا بالاخير. انا مشان انا بدي واقف الدم حمام الدم يعني، المدينه عم تخرب من ورا هالقصص يعني، البشر صارت تخاف. خلاص شوف انا صراحه مثل ما قلت لك اقدر الموضوع، ولكن انا اسف جدا راح ابقى متمسك بقراري، ما راح اغير، انا راح ابقى متمسك بقراري، راح انتقم على طريقتي ان شاء الله بيوم من الايام. صارت محادثه طويله جدا، وحاولت اني اقنعه بكثير من الطرق انه ممكن نهدي حمام الدم ونوقف الانتقام اللي راح يصير، ولكن كل مره كان يجيني الرد بالرفض ولازم يكون في دم وانتقام. يعني الخطه اللي جالس تقول لي عليها راح يجيب لي الشباب وهي الامور، اوكي كويس كثير، ولكن انا قبل درست هاي الخطه وعندي خطه افضل بالنسبه لي يعني. انا عرضت عليك اول عرض تمام، لانه ما كان بدي اياه توصل للدم اوكي،
انا بقدر اللي راح اسويه انا كان اول شيء بعرف يدكم واصلين مثلا احسن تزودني بقارب تمام، وبهذا القارب انا بحسن اطالع الشباب على اساس طالعين رحله تهريب، وخلال رحله التهريب منوصل على كازية تمام، وانا ومعبي السفينه انتم بتكونوا عاملين كمين للشباب وبتلقوا القبض عليهم، وحتى انا كمان بتكمشوني معهم. ما بدي حدا يعني انا بدي يطلع خبر اني انا كمان توفيت، بس بدي تهربوني برا المنطقه انه كلياتنا توفينا. اوكي خلاص انا هذا اللي عندي يعني اذا حابب. انا عروضك ما شاء الله جدا كتير يعني، بس زاك انا خبرتك خليني اشرح لك شيء زاك اوكي. قلني. في شيء انا ما ادري انت تعرفه، ولكن يقول لك المثل نتعلم من اخطائنا والغلط لا نقع فيه مرتين، يعني مثل ما يقولون انا الغلط اللي عملته بالسابق اني ما حميت اخوي بالشكل المناسب، ما راح اخلي نفسي ولا راح اسمح لنفسي ان اقع بنفس الفخ. رجاء محاولاتك باءت بالفشل يعني، انا لا اثق فيك وبعمري لا اثق فيك، ويلا يمديك تحرك. ليش لا تثق فيني؟ انت منين بتعرفني حتى لا تثق فيني بكل الاحوال؟ انا قلت لك ايش صار. انت قلت انك كنت موجود لما كان خاطف ما اخوك اي اخوك يعني الحق علي، يعني الحق على اخوك وقت خطفني. انا ايش ذنبي؟ انا فوق ماني جاي عم صلح بيناتكم، عم تجي بتقول لي طيب ما انت كنت مخطوف من اخوي صح ولا لا؟ انت كنت مخطوف. نعم. باي حق جاي تساعدني؟ ما راح يجيك شيء من المساعده. انا راح يجيني اني بدي واقف حمام الدم اللي عم بيصير. انت بتعرف كم عيلة راحت لهلا بسبب مشاكلكم؟ والله شوف انا راح انتقم على طريقتي. انا اعرف انه عرضه كان جدا مناسب، بس بنفس الوقت انا خبرتك الف مره اني لا اثق باي شخص موجود في هذه المدينه بعد الان. من بعد اللي صار باخي انا لا اثق باي شخص يعني. انا ما طلبت ثقتك بكل الاحوال. انا عرضت عليك عرض وتريد توافي بتريد لا بالاخير تمام. خلينا نمشي الان من هنا، بنزلك وين ما تريد يا عمري، وخليك تروح وانا بشوف شغلي. نزلني من مكان ما شلتني. تفضل حياك ما قصرت صراحة. انت شوف المشكلة انت ما تعرف ان انا شخص مختلف تماما عن اخي الله يرحمه يعني اللي صار. انا المشكلة ما سمعت هيك، انا جيت لعندك لانه ما سمعت هيك بصراحة. انا اللي سمعته انه انت انسان مثقف ودارس بره يعني تمام. صحيح، بس الدنيا غيرتني والوقت والزمان كله صار غير تماما. انا بعد ما صار المشكلة مع اخي يعني ما صرت اثق بالحشر اللي القاها قدامي، فاعذرني يعني يا عزيزي ولكن لن اثق. بس اخوك هو اللي دخل حاله بالمشاكل يعني. ما شو المستفيد من الموضوع؟ انت تريد انا اريد اخلص من الدم اللي عم يصير. انا قلت لك انا مو جايني شيء من كل القصة، بدي الدم ينتهي، بدي ارجع لتجارتي. انا انخرب بيتي من ورا هالقصة، ما عم احسن اتحرك بالشارع، الكل حاطط الحق علي. انت مالك حق، انت بس كنت الرجل الضحية تعتبر، ولكن تعرف ايش اللي معقدني بالموضوع اكثر واللي ملخمني يعني؟ ليه؟ انه شباب ضيعتك جاءوا فزعوا لك يعني، فالان انت رح تغدر فيهم لشباب ضيعتك؟ انا بالاخير انا قلت لك تجارتي بصراحة فوق كل شيء يعني. انا فهمت عليك، تخاف على حياتك وتخاف على البيزنس عندك وهي الامور. بعد محادثات طويلة بلشت لاحظ انه السيارة عم تروح بعكس الاتجاه اللي جينا منه. هل وقعت بنفس الفخ مرة تانية؟ اذا راح تسوي الشيء اللي سواه اخوك كمان ما راح تستفيد اي شيء تمام؟ صدقني. هو اصلا ليش خطفك؟ انت شو كنت مسوي؟ ما انا قلت لك اللي صار. اخوك سمع خل انا بشتغل فيه، كان ملحقته الشرطة وخبى بضاعته وسيارته بهديك المنطقة تمام؟ واخوك سمع انه انا بهديك المنطقة واجا بده يعني برايك بدي اسألك، لو انا سارق اخوك انا بروح لعند برج ليلى عند اخوك؟ بالله عليك جاوبني. صحيح، بس تعرف وين الشيء الحلو بالموضوع؟ ايش هو؟ انت شكلك ما قرأت الجرائد. والله يعني سبحان الله شخص يشبهك نفس النظارات كمان حاطط يعني نفس شعرك سبحان الله نفس كل شيء يعني حاطيني بالجرائد بالصفحة الأولى، وكان متهمينه بسرقة السيارة. نفس شكلك سبحان الله يعني. سبحان الله بيخلوه من الشبه 40 أخي بكل الأحوال، فهمت كيف؟ كأنه بعدنا عن الطريق. الله هذا خطفني مرة ثانية. والله شوف أنا ما أخذك الآن إلى مكان لا يعلم به غير الله يعني. فيا عزيزي اللي رح يصير هنا أتمنى إنه أنا طلبت منك الأمان وأنت وعدتني بالأمان تمام؟ أنا وعدتك أنا لا أنا أنا أنا, أنا أنا جيت لعندك وطلبت الأمان بالبداية. بدي أمان وبدي إنك تكون حليم يعني أوكي، تسمعني للأخير بس هذا اللي بدي إياه. طيب أوكي.
خليني نشوف، خليني اسمعك يلا تفضل. انا لو انا خايف وغلطان ما بجي لعندك. انا ايش اخطفك طيب؟ انا انت فهمت مني اني راح اخطفك الان؟ إيه ما انت اخذني على منطقه مقطوعه، ايش بفهم منك طيب؟ وعم تهددني بكلامك وعم تقول لي اخوي وما بعرف ايش. انت خبرتني انه لا لا رايحين على منطقه مقطوعه، يعني ايش راح يسوي لك؟ اكيد راح اخطفك يا شيخ. والله بصراحه ما بتفرق شيء عن اخوك، يعني اسمح لي اقول لك يعني اخوك كان يعني كمل 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 زيد الالم اكثر، كمل كمل. يعني اخوك بصراحه كان انسان يعني منافق، وانت اتوقع مثله، يعني الامان اللي طلبته منك تمام. وبالفعل اخذني على منطقه مقطوعه، ولكن ماني عارفان شو بده مني بالضبط. هذا مكان مناسب هنا والله، شوف هنا مكان مناسب للعيش، ايش رايك تعيش هنا كامل حياتك ولا اي حركه خطا ولا تموت؟ اوكي انت الان مخطوف يا عزيزي، تعال معي، انا ما نسيت اللي صار، تعال معي تعال. نسيت ايش؟ ليش انت ايش متذكر؟ ما فهمت انت وين كنت؟ انت كنت برا توك قايل لي انه كان اخي خاطفك، فانا اتوقع ان اخي ما راح يغلط بخطف الاشخاص، يعني خليك معي بدون اي كلام رجاء، يعني احسن ما ينتهي في لك الحال. مثل هذا الزومبي، شوف هذا الزومبي كيف مات، انتبه خليني اخلص عن هالكبر. ناقص يلا تعال اركب معي القارب لو سمحت بدون اي سؤال. معقول يا محدو هيك تنخطف؟ هيك تكون نهايتك بالاخير مرمي بالبحر؟ قارب ممتاز، حرك يا مدير، حرك يا شيخ، حرك يا شيخ، حرك يا الله يا رب يا كريم. شوف يا عزيزي اللي صار انه بكل اختصار انا ما اقتنعت بكلامك صراحه، اوكي مهما تقول لي الان راح تجيب لي الشباب، الشباب راح يجون لوحدهم، انت الان خبرتني راح تسوي لهم كمين في البحر صح؟ انا الان رايح البحر، بس مين راح يسوي الكمين؟ لا علي وثقت بهي العيني، وحتى هالمرة ما خبرت الشباب وين رايح، أتوقع الكل رح ينساني وهيك رح تكون نهايتك يا أبو حجة للأسف. فآخر شي ممكن نسوي إنه غمض عيوني والوداع عن أيها العالم القذر. In this world of hunger, war and strife, we can together all included build a better life. This bridge is made of hope.